وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي. مساء الخير سيد سالم. اهلا وسهلا سيد الكريم. نعم. مساء الخير استاذ. يعني ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام للحجاج القطريين والأعداد الكبيرة التي توافدت من قطر لحج هذا العام، في الحقيقة أفشل الدعاية القطرية بتسييس الحج وكشف تمتع الشعب القطري بالحكمة في إدارة مصلحته، كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني حقيقة نحن كمواطنين خليجيين وكمسلمين نحمد حقيقة لقياداتنا اهتمامها بمواطنينا سواء كانوا في المملكة أو في البحرين أو في دولة قطر الشقيقة التي يصر نظامها على يعني التقدم إلى الأمام للأسف بجرح نفسه وبجرح الأشقاء والتقليل من قدراتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لإخواننا القطريين هذه الحجة المناسبة. وقد علمت أن عدد الحجاج القطريين الذين وصلوا إلى الأماكن المقدسة أو دخلوا الأراضي السعودية بلغ عددهم أكثر من 900 حاج، يعني من إجمالي الكوتا القطرية للحجاج السنوية التي لا تتجاوز 1200 حاج. هذا المعطى في الحقيقة هو هذا المعطى في الحقيقة يعني قدم لنا صورة تؤكد أن هذه الخطوة المباركة حقيقة التي تقدمتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبالوساطة المباركة من الشيخ عبد الله بن علي الثاني هي انتزعت من يد السلطة القطرية التي حاولت اللعب بهذا الملف وأفرغت يعني هذا السلوك السياسي السلبي المستمر من معناه. وأكرر حقيقة التهنئة والمباركة للأشقاء في قطر بهذه يعني الإنجاز الذي حققوه والذي قفز على آليات السياسة، لأنه كما قال يعني أكثر من مسؤول عربي وخليجي هذه يعني سلوكيات سياسية ليست سياسية، هذه سلوكات تتعلق بالعبادة بالمقدسات يعني عبادة الناس لا يمكن لعبها، والحمد لله ما تحققت وجاءت على يعني ما يبغيه الكثيرون وخاصة المخلصين لهذا الشعب القطري الشقيق. نعم سيد سالم، لا شك يعني عراقيل عديدة وضعتها قطر ضد الحجاج القطريين بتعاليها على المبادرة السعودية مع أنها في صالح الحجاج القطريين، يعني في اعتقادك هل ذلك نابع من النهج القطري لتسييس كل شيء، الدين، شعيرة الحج؟ أنا في تقديري أن يعني كل ممانعات التي حاولت في أن السياسة القطرية وصنع السياسة في الدوحة يعني وضعها في أمام الحجاج هي ليست يعني موجهة للحجاج بالدرجة الأولى، هي موجهة للمناكفة السياسية والسلوك السياسي السلبي المناكف المراوغ المعاند الذي يعني عرفته المنطقة من صناع السياسة في الدوحة على مدى العقدين الماضيين. نعم. يعني قطر تحاول تسيس كل شيء، قطر تحاول أن تدخل كل شيء في هذه الدائرة، ولعل يعني إحدى الاستثمارات التي حاول جانب القطر استخدامها هو قرب موسم الحج، هي كانت نوع من يعني إحراج المملكة العربية السعودية، ولكن النوايا الطيبة خاصة لدى قياداتنا في هذه المنطقة ويعني حسن النوايا، ولعل يعني هذه بادرة حقيقة تعيدنا وتفتح الأذان على مشروع خادم الحرمين الشريفين بضيافة الحجاج السنوي، لعل هذه الحادثة يعني فتحت أعيننا وأعين العالم حقيقة على هذه البادرة. نعم. التي كانت تخصص لحجاج العالم، ولعلها الله اختص بها هذا الموسم حقيقة أشقائنا في قطر، وهذه ربما من حسن الطالع لمصلحة المنطقة ولمصلحة يعني الحجاج القطريين ولإثبات النوايا الحقيقية للقيادة السعودية. نعم، من الرياض الباحث والمحلل السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.